بسم الله حضرة الشيخ عمد الكبير فيقدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ تعالى لما قدس الله تعالى العزيز بسم الله من الأولياء العلماء الشهداء سنة رحمه الله من الآخرة بسم الله تعالى بين ما حتني إخواننا أخوات المشايخ الصادمين المسلمين والمسلمات الأحياء من أمواتهم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شرعة ولا تنتهي طلبا ما قل اللهم لا تدن لا خفرت ولا من لا فرقت ولا دن لا قويت لا رب لا قويتها ويسر الله يا رب العالمين اللهم ادفع عنا شر القافلين والمنافقين والظالمين مشاركنا شر ما قضيت اللهم اليك يسير يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا الرش المجيد والمجيد اللهم صل من صلى على محمد صلى الله اجعلنا منه واخذ المؤخذ على محمد صلى الله ولا تجعلنا منهم اللهم انزل السلام المسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم يا مالك الكتاب يا مفتح الابواب يا مصيب بالاسباب هنا اسم الله نستتر الطلب اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ربنا اتنا ما وعدتنا وزلنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى سبحان الله